مرحب بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج انتباه. موضوع الحلقة اليوم هو موضوع كتير مهم وبهم كتير من الناس، اللي هو موضوع الغضب. كتير منا مقادين نحن نسيطر على أفعالنا، نسيطر على مشاعرنا ونسيطر على غضبنا، فكيف نحن ممكن نتحكم بغضبنا دون أن نتحول إلى تسونامي بشري يهدم كل شيء أمامه؟ أجل الغضب أحيانا ممكن أن يكون خطر لهالدرجة، وكمان يقال أن الكلمة اللي بتخرج من التم لا يمكن أن تعود إليه. طبعا هذا الموضوع كيف نحن قادرين نسيطر عليه، كيف نحن أيضا قادرين نتحكم بالغضب وبالسيطرة عليه. رح يكون معنا بالاستوديو مدربة التنمية البشرية ساريتا علي لحتى نتحدث أكثر عن إدارة الغضب. يسعد أوقاتك ساريتا، وأهلا ومرحبا بك. أهلا، شكرا. بالبداية خلينا ناخذ مفهوم عام عن الغضب. صرت بنعرف نحن في كثير ناس يعني عندهم هيدي الميزة انه انا بعصب بسرعة، انا صحيح. فورا ما بقدر اتحكم، لكن خلينا كمفهوم يعني خلينا نقول اليوم علمي وبمصطلح طبعا التنمية البشرية، الغضب اليوم شو هو؟ أكيد هلا ما في حدا بالعالم وما بيعرف شو هو الغضب. الغضب هو شعور عاطفي ونفسي بيقوم فيه الشخص لتفريغ شحنة معينة سلبية موجودة بداخله. هذا الغضب بيبلش من عبارة عن الاستثارة الخفيفة وحتى حالة الفوران أو الهيجان العصبي يلي ذكرتيها أنت بالمقدمة للتسونامي البشري. تمام، هاي كل هاي الترتيب الموجود من البداية حتى النهاية أو الحالة الخفيفة للحالة المتقدمة هيدي اسمها غضب. هي مشاعر غضب. نعم. هذا هو الغضب. تمام. يعني صرت اليوم نحن عم نشوف يعني هلا ممكن الناس مثل ما بيقول تعد للعشرة قبل ما تقدم صحيح. على أي خطوة أو قبل ما يعصبوا، بيحاولوا كمان إنه يحاولوا، يعني ما أنه عم تكون أحيانا المحاولات فاشلة، ناس هي أبدا ما قادرة تسيطر. يا ترى هذا الموضوع عم يختلف من شخص لآخر ولا حسب الحالة أو حسب الموقف أو حسب الظرف عم بيكون؟ طبعا طبعا. هلا المشكلة إنه حالة الغضب بتوصل للأعصاب أو الجهاز العصبي وبتبلش تستثير فيه قبل وصول الصيانة العصبية إلى قشرة الدماغ اللي بتقوم هي بتحديد رد الفعل المناسب. فعم يكون في عندي سرعة برد الفعل قبل التحليل المنطقي والواقعي والأفضل والأنسب لرد الفعل الأفضل لهذه الحالة. فأكيد هذا الموضوع بيختلف من شخص إلى آخر وبيختلف من ظرف إلى آخر. يعني حالة التوتر العصبي ممكن شخص يكون بالحالة الطبيعية هو كتير هادئ، ولكن اليوم أي شيء بسيط استفزه واستثاره ووصل إلى مرحلة كتير عالية من الغضب. ليش؟ بسبب مثلا هو مرهق اليوم زيادة، هو عنده أمور معينة زيادة، ظروف خاصة، أسباب خاصة. يعني هي الموضوع بيختلف من شخص إلى آخر ومن ظرف إلى آخر وحسب الظرف أيضا. أكيد هذا الموضوع رح يكون له كتير سلبيات، موضوع الغضب، وخصوصي الأشخاص اللي هن مقادرين نهائيا يسيطروا على غضبهم وبيتركوا الغضب. يعني حتى ممكن بعض الحالات بنشوفها ربما تكسير، ربما ألفاظ نابية، ربما ضرب يعني صحيح. كمان فالسلبيات أكثر على الغاضب وعلى مشكلة الغضب شو بتكون ممكن على مستوى الفرد والمستوى الاجتماعي المحيط؟ طبعا هو الحقيقة نحن بس نشوف شخصين، واحد منهم غاضب والثاني عم يتلقى هذا الغضب، نحن نزعل اللي عم يتلقى. الحقيقة نحن لازم نزعل على الغاضب أكثر من المتلقى. هلا مبدئيا من حالة مبدأ الصحة الجسدية، يعني الغضب بيأثر على القلب تأثير العدو والجري السريع، يعني بيزيد معدل ضربات القلب في الدقيقة الواحدة نفس معدل الجري السريع. يعني هو قاعد بمكانه ولكن قلبه عم يشتغل كأنه عم يركض بسرعة. تمام، هي من الناحية الصحية. أما من الناحية النفسية هو كإنسان كمان رح يكون رافض لنفسه ولذاته أثناء الغضب. كمان من الحالة الاجتماعية، من الناحية الاجتماعية المحيطين فيه عم ينبذوا، عم يخافوا يتعاملوا معه، عم يخافوا يشتغلوا معه، حتى عم يخافوا أنه يدخلوا ضمن علاقات اجتماعية أو عاطفية على خلافها. يعني صح. فهذا الموضوع كتير عم يلعب أثر عند يعني الغاضب، يعني منبوذ اجتماعي طبعا طبعا طبعا. ولكن الغضب هو حالة طبيعية، يعني ما فينا نقول انه انا والله ما بدي، في انسان ما بيغضب بنوب، لا ما صحي، لانه في ظروف احيانا تجبر الشخص انه يوصل لمرحلة من العصبية. يعني هو عبارة عن تفريغ شحنات سلبية موجودة عند الانسان لابد منها، هي بالحالة المنطقية هي ظهور او ظاهرة صحية ومنطقية. يعني هو هون الفكرة، يعني كتم الغيظ اليوم يعني قدمها كتير ناس انه هي ما قادرة نهائيا
هيدا الهدوء او انها تهدي او تعدل العشره او تكتم الغيظ تبعها مباشره، بدها يعني الموقف مباشره بالغضب، بالحاله الغاضبه بشكل دائم. يعني هل هو فعلا تفريغ؟ يعني ممكن نحن اذا تعرضنا لحاله او شخص عصبنا او ظرف عصبنا، اذا نحن عصبنا وبلشنا ممكن بالصوت العالي، بلشنا ممكن بالالفاظ، بلشنا ممكن باي شيء بايدنا نشلفه هون ولا هون، فعلا هو تفريغ؟ يعني ممكن يفرغ لنا هي الشحنات السلبيه الغاضبه؟ طبعا الغضب هو تفريغ للشحنه السلبيه، ولكن كيفيه تفريغ هذه الشحنه السلبيه بتختلف. انا مو عم اقول انه انت اذا عادي انك تكون غاضب، يعني عادي انك تكسر وعادي، لا ابدا. انت لازم تعرف شو هي الطريقه المثاليه لحتى تفرغ هذا الغضب بطريقه صحيحه وصحيه، مو انك تعصب، مو انك تعيط، مو انك يعني تهدر اعصابك ونفسك والمحيط اللي بيحيط فيك على والله لانه انا معصب، هذا ما له حل. لذلك نحن عندنا في تمرينات معينه او تصرفات معينه لازم نحن ندرب حالنا عليها. طبعا بيختلف هذا من شخص الى اخر. للتمرينات سريتا خلينا نقول العلاجيه ربما لهيدي المشكله، لكن خلينا بالبدايه نتعرف على انواع الغضب عند الناس، يعني شو هي المستويات، كيف ممكن تكون حاله الغضب عندهم؟ اكيد هي بتختلف من فرد الى اخر. تمام. يعني كل الناس اكيد عصبيه وحده بالغضب. تمام. انت بتقصدي اصناف الناس بالغضب، انت من شوي كنت عم بتقولي انه بلش يعيط بلش يعصب. تمام. في ناس سريعه الغضب سريعه الرضا، فورا بتعصب فورا بترضى. تمام. هي الاشخاص يعني البسيط اللي قلبه طيب تماما خلص فورا عصب فورا رضي. في عنا اشخاص بطيئين الغضب سريعين الرضا. هلا هذول بيكونوا هن الافضل بالتعامل، لانه هو صعب كثير انه يعصب، ما فيك تستفزي، مو اي شيء ممكن انه يخليه يطلع عن طوره. وسريع الرضا يعني بكل بساطه فيك انت ترضيه بكلمه او باعتذار بسيط، التعامل معه كثير سهل وكثير بسيط. اذا صار عندي انا بطيء الرضا سريع الغضب، عندي بطيء الغضب سريع الرضا، عندي بطيء الغضب بطيء الرضا سريع الغضب. تمام. هاي هي الاصناف اللي انا ممكن يعني صادفها اثناء الحياه الاجتماعيه. تمام. تمام. كل شخص فيهم لابد ما انه يغضب، يعني بس ايمتى بيغضب وكيف بيغضب هي بقى بترجع الى تكوينه النفسي وصحته النفسيه والجسديه. تمام. هلا بتختلف اكيد يعني مواصفات مثل ما ذكرتي انه هذا مباشره بينعرف لما رده فعله على الموقف او على الحاله. هلا في ناس ممكن تكون قاصده انه تخليكي بهالحاله بحاله الغضب، هون انا كيف بدي اكشف انه هو ممكن عم يستفزك؟ يعني في شخص عم يستفزك. تماما. لحتى انا يعني اقدم على خطوه الغضب او اني يعني يعصبني، يعني في ناس فعلا بيستمتعوا بموضوع التعصيب، بيكون عندهم متعه انه انا هيدا بدي استفزه بدي اطلعه عن طوره. في ناس بتقول لك خلص انا طفح الكلمة ما فيني بدي احكي. فكيف كمان بتعاملوا مع هدول الناس؟ طبعا. كيف بدي اكظم الغيظ هون بهيدي الحاله لحتى ما يخلون ما خليهم يستفزوني؟ تمام. مبدئيا الشخص المستفز هو شخص مريض. يعني هو سعيد، ايوه هو سعيد بحاله العصبيه اللي عم يكون لك اياها، فهو شخص مريض نفسيا. هلا انت وقت اللي بتعرفي انه هذا الشخص غايته انه يستفزك، يفترض انه انت ما توصلي لغايته. تمام. ما ترضي. تمام. ما ترضي. والفكره الاولى والاخيره يعني اللي لازم نحن نزرعها باذهاننا انه الغضب صحيح حاله صحيه، ولكن هي التعبير عنا وقت اللي بيكون بطريقه غير صحيحه رح يعطيني النتيجه المعاكسه. تمام. يعني ما رح يكون عم يفيدني ولا يفرغ شحني، عم بالعكس عم يزيد توتري ويزيد امراضي النفسيه والجسديه. تمام. هلا نحن بنجي بقى لهيدي الامور اللي هي الاهم، كيفية التعامل مع الإنسان الغاضب، شو هي كمان كيفية علاج الغضب؟ أنا كيف فيني أتعامل معه؟ كيف فيني أطبق كمان مبادئ التنمية البشرية اليوم يلي عم نشوفها نحن؟ يعني الحمد لله في هذه الثقافة الموجودة عند كثير من الناس عم بيحاولوا دائما يتابعوا بمواضيع التنمية لحتى يستفادوا منها بحياتهم الاجتماعية اليوم. فعلاج الغضب اليوم بنظر التنمية البشرية كيف؟ هلا من نظر التنمية البشرية خلينا نحكي في آخر شيء بالنسبة لعلاج الغضب بالعموم. يعني أول شيء أنت كشخص أنت قادر أنك تعالج نفسك بنفسك. العلاج أول شيء بيبدأ من نفسك، أنت لازم تعرف نفسك أنك أنت كشخص غاضب شخص غير منتج، ضاع الإنتاج من نفسك، يعني ضاع الإنتاج من إيدك. إذا عم تعمل أي شيء وعم تعمله بعصبية
ما رح يزبط يعني بدك معك. الاعتراف. اول شيء طبعا بدي اعترف انه انا شخص غاضب، شخص عصبي. بيقولوا بهذا الموضوع معلي، في ناس عندها يعني خلينا نقول مثل فخر بهذا الموضوع انه انا عصبي كثير، ما حدا يقربني، ما حدا يحكي. طيب اوكي، ما حدا رح يقربك، خليك لحالك. تمام يعني هلا هيك هذا بتركه بحياته. خلص اوكي، خليك لحالك. لا يمكن انه انا عصبي، ما حدا لا يمكن يقدر الانسان يعيش لحاله. الانسان بحالته الفطريه هو كائن اجتماعي، فهو بحاجه الاحتكاك مع الناس. صحيح. بحاجه اقامه علاقات اجتماعيه وعاطفيه. فهو اذا كان انسان عصبي لهالدرجه وانا عصبي ما حدا يتعامل معي، خلص ما حدا رح يتعامل معك، عيش لحالك. فيك تماما، ما في ايش منعرف، ما في رح يوصل قدام يعني باب مسكر. فانا قدامي حل من اثنين، يا اما بدي انطوي على نفسي واعيش هي المأساة لحالي، او بدي احاول اني انا عالج نفسي وطور من شخصيتي وحسن من طبعي لحتى اقدر اندمج بالمجتمع. اكون شخص ممكن يكون قلة ثقة. تقريبا تقريبا 80% فينا نقول انه هو هذا الغضب هو حاله دفاع عمليا، يعني هو الشخص يلي معين. لا هو الشخص يلي عم يغضب ممكن يكون في حاله مثلا حاسس فيها انه انا في شخص عم يتعدى علي، فانا كيف بدي رد عليه، كيف بدي رد هذا الاعتداء على نفسي، عم فور وعم عصب وعم عيط. ولكن النتيجه الغضب يلي ما بيوصلك على نتيجه صحيحه فهو غضب سلبي وليس غضب إيجابي. خلي غضبك إيجابي، يعني أنت رد الاعتداء اللي عم يتوجه لنفسك بطريقة إيجابية وصحيحة وسليمة بدون ما تأذي أعصابك وجسدك وبدون ما تأذي الآخرين وبدون ما تكون صورة عن نفسك سيئة عن نفسك أمام الآخرين. يعني تماما. هلا بالنسبة للعلاج، نحن في عنا مثلا مواضيع الاسترخاء، جلسات الاسترخاء، جلسات التأمل، الرياضة. كتير الرياضة بتفرغ شحنات سلبية بالجسم. التواصل أهم نقطة لتخفيف الغضب والمشاكل بالحياة هو التواصل. افتح باب للحوار. احيانا بيستفزنا موضوع نحن فهمانينه غلط، هو لا يعني اذا بنفهمه بحقيقته ابدا ما بيستفزنا. صحيح. بس وصلنا غلط او فهمناه بطريقه غلط او حدا نقلنا اياه بطريقه غلط، استفزني الموضوع وصار عندي نوع. تمام، افتح مجال للحوار والتواصل بينك وبين اي طرف ثاني، سواء بالعمل او بالعلاقه الزوجيه او العلاقه الاجتماعيه او علاقه الصداقه او العلاقه العاطفيه او اي نوع من انواع العلاقه. خلونا نفعل مهاره التواصل الصحيح والمبني على اسس صحيحه. تمام. كمان في قاعدة بالتنمية البشرية، هاي اللي كنا بدنا نحكي عنها، هي قاعدة ستيفن كوفي 90/10. بتقول انه 10% من اللي بيصير معنا بالحياة هو شيء خارج عن إرادتنا، غير قادرين على التحكم فيه. هذا أمر واقع، يعني قضاء وقدر. يعني هذا موضوع بدي أقبله وأتعامل معه على هالأساس بكامل الرضا والقبول والوعي. تمام. إله على الوعي واللاوعي بهيدي العشرة. هلا اخترب مثلا ممكن يكون بأبعاد معينة. طبعا لازم يكون الشخص يعني واعي على هذا الموضوع انه انا ما فيني اعمل شيء، هذا امر مفروغ علي، محتم علي. طبعاً. فانا بدي اقبله. تمام، هذا القضاء والقدر اللي انا ما فيني غير فيه شيء، مكتوب علي وخلاص، انا لازم اقبله بكامل الرضا وكامل الوعي. طبعاً. هلا 90% من الاحداث الثانية اللي بدها تصير معي بالحياة هي مبنية على ردة فعلي، ردة فعلي أنا كشخص على هالعشرة بالمية الصغيرة اللي صارت معي قضاء وقدر. تمام؟ يعني مثلا على سبيل المثال، شخص نازل الصبح عم يفطر بين عيلته، طبعا بده يتوجه على شغله، باقي العيلة بده توجه لمهماتها. يعني قاعد على جلسة الفطور وبنته حبت هيك تمازحه أو تلعب معه وتقرب منه، قامت بسكب القهوة على ثيابه. هون في عنا حالتين، ممكن هذا الشخص يستثير من الغضب ويعصب كتير، وانا قلت لك لتقربي وليش عم بتقربي علي، وطبعا يروح تقريبا نص الوقت وهو عم يعيط على بنته، عم يعيط على اما ليش حاطه الكاسه هون، ليش قربت الفنجان على طرف الطاوله، ليش ليش. انت بهالوقت هذا لو انك استغليت هذا الوقت لتعمل شيء مفيد ما كان افضل من العياط؟ انت هون شخص غاضب. اوكي، انت كان بحق لك تغضب. اوكي، انت صار معك مشكلة اخرتك على دوامك او اضطريت انك انت تغير قميصك او اوكي، كل هذا الشيء نحن ما بنلومك فيه، يعني لك كامل الحق انك انت تنزعج منه. ولكن بهالوقت هذا اخذت انت وقتك بالعياط وبعدين طلعت اللي بدك تعمله وعملت اللي انت لازم تعمله انك تغير قميصك ترجع تنزل، راحت بنتك على المدرسة،
ما بقى فيها تروح اساسا، راح علي الباص لانه هو تاخرت، لانه قاعده عم تبكي وما فيها خلصت فطوره لانها عفوا. عيطت عليا، ومدامتك كمان تاخرت على دوامها، فصرت انت مضطر تودي البنت وتودي المدام على الدوام. فبصير له تمام، مشاكل فانت واخبار اضافيه. وصلت على المدرسه، وصلت على دوامك عفوا متاخر عمليا على الاقل 40 دقيقه. ليش؟ لانك انت معصب. طيب تمام. خلينا نغير السيناريو ونبلش بقصة تانية. نفس القصة، قعد الزلمة وعم يتناول فطوره، بقربت بنته تمازحه وانكب فنجان القهوة. طيب بابا تاني مرة كوني أكثر حذر، ما في مشكلة بابا، أنا رح أطلع أغير قميصي. طلعت غيرت قميصك ومسكت أغراضك الخاصة بالعمل ونزلت وودعت بنتك وهي طالعة على الباص، وودعت مدامتك وهي طالعة على دوام، ووصلت على وقتك بشغلك قبل ب5 دقايق، واستقبلت كتير زملائك بالعمل وانت كتير مروق. انت صار معك نفس الحدث، انت بالسيناريو هين صار يعني معك نفس خلص الحدث. تمام، القضاء بده يصير، يعني بده يصير. هاي العشرة بالمية تمام، اللي انت ما إلك علاقة فيها، اللي انكب فيها ولا حتى انه حدا علاقة فيه. ايه، ما حدا له علاقة، ما حدا له ذنب، لانه ما حدا متقصد، يعني هي عبارة عن قضاء وقدر. تماما. طب انت بفترة علاجك، انت علاجك لهذا الامر الطارئ اللي صار عندك، انت شو عملت؟ ضيعت وقت. هاي التسعين بالمية، هاي التسعين بالمية هي اللي بتترتب عليها كل ما يجري عليك في حياتك. انت لما بتمتص غضبك وبتعبر عنه بطريقة سليمة، تنبيه، تحذير للبنت، بالنهاية هي طفلة كمان. يعني بالواقع بيقولوا لك لا ما علي، نحن يعني خليني وبخها كلاميا لفظيا، او حتى ممكن من يعني وصلوا لموضوع ضرب بهيك حالات، لحتى انه من باب التربية، انه بالمصطلح العام كمان بدي ربيها انه مشان ما تغلط ثاني مرة، والأثر تكون مانا، والفائدة، والأثر اكيد بيكون سلبي، والفائدة والنتيجة اكيد، انت بس الفائدة عصبت. يعني حتى يكون تمام، انت صح. عصبت وانت عيطت، انت الوضع الاثر اللي تركته بنفسية الطفل هون اثر عدواني، يعني هو خلص تشكل بذهنه وبعقله اللاواعي هذا التصرف العدواني، وصار بيبني على. كيف فينا ندرب حالنا سريع تعايد الموضوع؟ هلا في مثل بيقول عد للعشرة قبل ما تحكي، لأنه الكلمة إذا طلعت ما بعد بترجع، صحيح كمان صحيح. أنت ذكرتيه، فهذا الموضوع نحن أول شيء لازم نكون واعيين ومدركين لخطورة الغضب وخطورة أثره النفسي. خلينا نقول مثل كأنه برنامج، أنا بدي مرن حالي على موضوع معين، اني امتص ممكن الحالة، امتص الظرف، امتص الانسان حتى الغاضب، او الانسان ممكن حتى عم بيضايقني، انا كيف فيني معصب؟ هلا كيف فيكي ما تعصبي؟ انت بدك تحطي لنفسك كتير حدود قبل ما تعصبي. يعني طبعا هيدي بيكون اختصاص المعالجين النفسيين اكثر من تمارين المعالجين، تنفس ولكن وتمارين. انا كتجربه خاصه شخصيه الي، يعني في عندي حاله انه انا بعد للعشره، يعني انا عصبت قاعدة عم بعمل باعصابي هيك، خلص بس شافوني انا عامله هيك، فانا بلشت اعصب. انا عم بعطي حالي فرصه انه انا هذا الموقف اللي عم يصير قدامي بس لحتى يوصل للجمله العصبيه للقشره الدماغيه، يحللها دماغي شوي، فكر فيها شوي، زبطت معك اخذ الحالة. انا بالنسبه لي يعني 70 ل 80% زبطت معي، الا برجع بحكي انه في ظروف معينه احيانا الشخص بيكون ابدا ما انه شخص عصبي، ولكن بيحكمه ظرف معين بهاللحظه هي بين كثير عصبي. تمام. هلا الكتابات، الافعال ممكن كمان تعبر، او ممكن تكون كمان تفريغ او متنفس للانسان الغاضب. تمام. مثلا في كثير من الناس بنشوف اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي انسان غاضب من انسان، انسان معصب من انسان، مباشره بينزل بوست او بينزل لنقول تغريده او بينزل شيء انه هذا احيانا مبطن، رساله مبطنه معينه تماما، واحيانا مقصوده، هاي الكلمه اللي بس موجهه تماما. يعني هذا الموضوع سريع، هل هو كمان مفيد بنعتبره بحالة؟ هو مفيد وتفريغ، ولكن أنا بحكي عن الإفادة من حيث النتيجة. أنت اليوم طب افترضوا ما شافوا للبوست، افترض شافوا ما عبروا لأمك من أرضك، تمام، أنت شو بتكون وصلت؟ بتكون أنت فضحت الموضوع كلياته على العالم، وبلشت العالم تسألك شو في ومين قاصد وليش وما بعرف شو. ليه؟ شيل التليفون هذا اللي عم تكتب عليه البوست، دق له ليش هيك؟ شو اللي صار؟ اشرح لي الموقف، انا مزعوج، انا زعلان. هلا طبعا بغض النظر عن طبيعه العلاقه، هل هو
ما فينك انت تفرضي عليك باي توجيه يعني. ايه ما فينك صحيح. تفرضي انت على الطرف الثاني انه يكون هو واضح وصريح معك، ولكن فيك تفرضي على نفسك انك انت تفتحي هذا المجال. فتحت التليفون ودقيت وحكيت واسالت، يعني على مبدا انه اذا جاءكم فاسق بنبأين فتبينوا، تبين الموضوع اول شيء، تاكد منه، عرف شو هو، وبعدين على اساسه اتصرف. يا عصب يا ما تعصب، وبكل الاحوال برجع بقول خلي عصبيتك ايجابيه، ما في داعي للعصبيه السلبيه ابدا. تمام، يعني هي بشكل عام سريتا، لكن كنصائح عامة اليوم لحالات الغضب للإنسان الغاضب، يعني شو بتنصحي إذا بدنا نقول مثلا اليوم شفتي حدا أنت صادفتي غاضب، يعني هل ممكن تنصحي أنت إذا واجهتي إنسان غاضب ممكن تنصحي هو غاضب؟ لا أبدا ما بقرب. لا أبدا ما بقرب، خلص هو غاضب في عنده غير ما بقرب، يعني بتنصحي بالشخص إذا كان في مشكلة إذا أنت يهرب أو ينسحب؟ لا لا تهرب ولا تنسحب، ولكن أنت ما فينك تواجه شخص غاضب. أنت هذا الشخص الغاضب يعني هو تقريبا غايب عن الإدراك العقلي، عن إدراك عقله، ما تقرب منه، اتركه لحتى يخلص عصبيته وخلص هيجانه، هدي هو لحاله عمليا راح يكون فضى هيدي الشحنة السلبية وقعد. وقتها قرب منه شوفي شو كان عم يصير معك، انت شو استفدت اليوم وقت اللي عصبته عيطت هيك ببساطة. أما هو معصب وبدك توقفي بوشه ليش معصب هيك معصب أو ليش معصب، أو في ناس فعلا لما بتقولي له روق أو هدي بيستفز زيادة بيعصب زيادة، خلص معصب بعد يعني نتركي هو لحاله بس هدوء ايه طبعا يعني. بس يوصل للمرحلة لمرحلة الوعي اللي هو يفترض يكون فيها لحتى يسمعك، ولا هو ما راح يسمعك. يعني هو معصب هو ما عم يسمعك، ما عم يسمع غير صوت حاله صح. صوت شو جوا راسه عم يقول له انت لازم تعصب، لازم تعيط، لازم تعمل شيء. حتى العصبيه ما عم بتكون بعمر محدد او لفئه محدده او شريحه محدده، يعني الحمد لله عم نشوف باعمار صغيره ايه. من اطفال للكبار من مسنين صحيح يعني نتيجه يعني الظروف المحيطه للاسف، يعني كلياتنا علينا ضغوط، يعني بنقول مثلا طفل شو على باله شو على كذا، ولكن هو ملف لحاله، ولكن هو اكيد متاثر بالمحيط، يعني بعدين متاثر كمان حتى قبل ما يجي على الحياه. ما فينا نلغي دور حاله الحمل، يعني شو بيكون مترسخ عنده بتشكيله العصبي والنفسي، ملف اكيد عم يكون خاص لوحده. حتى فعلا نحن ننتبه على الأطفال من الصغر، يعني مشان ما يحملوا هيدي السمات أو هيدي الطباع صحيح. ليكبروا هلا بما أنه ما يحملوا، هل بتتوقع ممكن يكون وراثة؟ في ايه في في طبعا في جينات وراثيه بتلعب دور. انه انا بفهم هي العمليه العصبيه هي عباره عن امينات، يعني هي الدماغ بيفرز امينات والجمله العصبيه بتفرز تنبيهات وتفاعلات معينه داخل الجسد بتؤدي الى الاستثاره العصبيه سواء كانت خفيفه او توصل الى مرحله الهيجان. يعني هي هرمونات بالمقابل، يعني ممكن لذلك في الى ادويه لذلك حالة الهيجان العصبي إذا أخذوا أدوية عصبية هي عبارة عن مثبطات لهذه الأمور، أي مثبطات لهذه الأمور حتى نخفف نحن من حدة العصبية عند الشخص. هي ممكن تكون عامل وراثي، ولكن هذا مكتسب يعني هو عامل وراثي، ولكن حتى لو كان عامل وراثي فهو سهل السيطرة عليه إذا كان في بيئة محيطة. يعني ممكن يكون هو الشخص وارث عن أحد أجداده مثلا العصبية والهيجان والعنف مثلا أو العدوانية، ولكن ربي ببيئة مسالمة وصحيحة ومحيط جيد مليء بالمحبة مليء بالتفاهم ما تبين عنده أساسا هاي الوراثة، هاي المورثات أبدا ما تظهر عنده. تمام، فلذلك القيمة الأكبر تنعطى للمكتسب للبيئة المحيطة، قديش نحن البيئة المحيطة ممكن أنه تصنع منه صحيح. إنسان قادر على الاندماج بإيجابية أو إنسان بعيد عن الإيجابية وعدواني ومنفعل دائما وإلى ما هنالك. ما بدنا نحكي عن الظروف الأخرى المحيطة بالحياة الاجتماعية اللي عم نمر عليها أكثرنا وأغلبنا هلأ للأسف اكيد. لهيك نحن بنشوف كثير يعني ببعض العائلات مثلا طفل كثير عصبي مثلا هيدي الحال بيقولوا ايه مزبوط، مثلا طالع لابوه طالع لجده طالع لعمه لخاله الى اخره. يعني لهيك يعني في كثير من الناس بيفكروا انه هو لا يعني نحن ما فينا نسيطر لانه خلص هيدا موروث، لا ما في او هيدا خلص طباع وراثه ما بنقدر نحن ابدا نغير. لكن نحن قاعدين اليوم بهيدي المفاهيم وبنشر هيدي الثقافه، ثقافه التنميه البشريه، يعني ان شاء الله يا رب دائما كل الناس اللي فعلا
احيانا في منه البعض بيفكروها قراءات فقط لا صحيح اكثر، صحيح. لكن اذا فعلا طبقت اكيد نحن بنستفاد منها بكثير مجالات الحياه وحتريحنا وخصوصي بهيدي الظروف. صحيح. نصائح اخيره سيدة دش بتحكي يعني على سبيل المثال قاعده ستيفن كوفي اليوم حكينا عنها، اذا بتطبق هيدي القاعده على 90% من مناحي حياتنا 90% من الغضب سوف يزول، بالنسبه لي انا وبالنسبه لكل المحيطين معي. قيسي على ذلك بالنسبة إليك وبالنسبة للناس اللي أنت عم تتعاملي معها. صحيح. قديش المحيط الكبير المتشعب هذا رح يوصل إلى مرحلة أنه أنا لا خليني أخذ الصورة الأفضل، ما في داعي أني أنا أعصب مثلا، هاي بالنسبة للغضب. تماما. وبالنسبة لموضوع أنه أنا هذا ولا طالع لأبوه أو طالع لأمه أو بعصب أو خلاقه ضايقة أو ما بعرف شو، ما في شيء ما فينا نسيطر عليه، نحن بإرادتنا بوعينا بإصرارنا بتصميمنا قادرين أنه نحن نوعي نوجه ننبه ونمرن حتى نسيطر. تماما. وبالمرحله بمرحله الطفوله اكثر من المرحله هلا اكثر مرحله بنلاقي فيها هي هذا العدوانيه، بنلاقيها بمرحله المراهقه عند الشباب عموما، بتلاقيه بلش صار يصير يحس حاله انه انا زلمه وصار بده يعمل حاله انه انا لي سلطتي لي قوتي وما حدا في علي وهيك. فاعطوه المجال، هي دائما عم بتكون المشاكل عبارة عن ترسبات، يعني كوب، هذا البني آدم عبارة عن كوب عايش حياته عم بيحاول شو عم بيصير معه من حياة عم يملي هذا الكوب، راح يوصل لمرحلة الكوب خلص تعبى، يعني طبعا. يعني خلص أنا عبت معي، عرفتي شو انه عبت معي خلص الامور طفح الكيل. تمام. طفح الكيل وخلص صارت خارج السيطره الامور. تمام. اكيد بهيدي النصائح سريتا وبهيدي المفاهيم خلينا نقول اذا فعلا التزمنا فيها نحن قادرين نسيطر على انفعالاتنا وعلى غضبنا. طبعاً. ونحل المشكله بهدوء يعني بدون اي طبعا. ولكن ما بدي الغي دور المعالجه النفسيه او العصبيه اذا طبعا في الحالات يعني الشديده في حالات لابد من الاستعانه بمعالج عصبي او نفسي. اكيد بملفات قادمه ان شاء الله كمان نحن بنتابع حوارنا لانه كثير بهم فعلا نركز نحن على الاطفال اليوم يلي هن الاساس اللي قادرين نحن من الصغر نحل مشاكل كثير كبيره بالمستقبل. شكرا كثير لك سليمه علي، كنتي معنا لليوم مدربه التنميه البشريه، وشكرا كمان لهيدي النصائح اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك يا رب. طبعا وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، ان شاء الله اكيد بنتمنى السلامه للجميع والسلامه للكل بموضوع الغضب، يعني نحن دائما خلونا معلش نعد العشرة قبل ما نتخذ أي قرار أو أي فعل ممكن أنه يسبب لنا أذية نفسية لإلنا أو لغيرنا. نلقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.